البارحة كنا متجهين إلى ميناء طنجة المتوسط لحضور الترشيم الملكي، والذي قال لي أنا أنقل تغطية مباشرة للحدث. قلت له ماذا تنقل؟ أنت تصور حافلة مهنية سواء كانت صورة أو فيديو. أعتقد أن هذا المنتدى الأول من نوعه في مدينة طنجة في شمال المغرب فرصة جيدة، وأتمنى ألا تكون الدورة الأولى والأخيرة. طنجة الآن أصبحت قطبا مغربيا ومتوسطيا ومغاربيا، تحتاج إلى ملتقى إعلامي من هذا النوع، لأن مهنة الصحافة اليوم أصبحت مهنة مستباحة. وأتمنى من الأصدقاء الأعزاء المنظمين لهذا المنتدى أن يقفوا معنا في صف واحد للدفاع عن صحافة مهنية بمختلف أشكالها وتلاوينها، صحافة تؤمن بالقانون وباحترام القارئ والمشاهد والمستمع والمتتبع. أظن بأن هذا المبادرة الطيبة الكريمة، هذا التكريم إلى جانب تكريم آخر في قلمين، تكريم آخر في الترفاهية، وتكريم آخر في العيون، كيأكد بأن المسيرة الإعلامية ديالنا بخير على خير، وخصوصا فيما يتعلق بالموقعين اللي الآن كان شرف عليهم، وهما infomarocos.ma وكون أثنتو مروكي، اللي كيشهد بأن الخريطة الصحفية حنا متوضعين فيها، موجودين بها بطريقة سليمة ومؤكدة. هذا كيدل بأن العمل الجيد دائما كيكمل بخير، رغم أن المسيرة ديالنا طويلة، إلا أن في هذه الأعوام الأخيرة كانت اللهم لك الحمد مثمرة، لا على جانب لا على 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 سبيل المغربي الوطني ولا الأجنبي، لأن infomarocos.ma عنده 4 ملايين ديال القراء غير في الخارج، خصوصا في إسبانيا وبعض الدول في أمريكا اللاتينية، في الولايات المتحدة، في روسيا، في فرنسا، في بلجيكا، وفي إيطاليا، ما بين الدول الأخرى، حتى فلسطين. أظن بأن هذا العمل كان مثمر، ولذلك يمكن نقول أن كان جنيو ديك الثمار ديال ذاك الاستماتة في هذه المهنة ديال الصحافة. أنا بصراحة هذه حبس عام بس خرج من التلفازة واحتمل الإذاعة، على الأقل الإذاعة والتلفزة المغربية، لأن كنشتغل مع بعض الإذاعات في المكسيك، وخصوصا MUVC اللي أنا مراسل كبير المراسلين في الشرق الأوسط، ومونيتور كنتعامل مع بعض الوسائل الأجنبية، إنما المغربية بعيد عليا شويش هذه حدا صراحة. إما فيما يتعلق بالفرق ما بين، أظن بأن الإذاعات والتلفزات المغربية كنظيرتهم في العالم استفادوا من التقدم التكنولوجي الهائل اللي حصل في هذا 10 سنين الأخيرة، ولذلك أظن بأنهم كنظيرهم الأجانب تقدموا تاهما.